استاذة رزان، شفتي امبارح المقابلة؟ ايه شفتها، فرحت فيك كتير. معك حق يا استاذة، انا لما حكيت قصتي ارتحت كتير، حسيت هم وانزاح عن كتفي. بتعرفي لانه حكيتي كم وحدة بنفس ظرفك ووضعك تشجعت انه تحكي وتتحرك؟ بتمنى انه اولادي يسمعوا الحكي ليعرفوا ليش تركت البيت وهربت. يا ترى سامحوني؟ أخ يا أستاذة، شو مشتاقة أشوفهم وضمهم لقلبي. رح تشوفيهم ورح يقدروا يفهموا كل شيء، بس مو هلأ. هلأ أهم شيء ما حدا يعرف أنت وين. معلش، مشان سلامتك وسلامة رفقاتك. عن إذنك. الله معك.